السلام عليكم، حضرتنا اليوم في الايمج بروسيسنج. نبتدئ بها بالايمج ستراكشر او بنية الصورة. بنية الصورة كما نعلم تعتمد على نوع الصورة. سيتم الاخذ بثلاثة انواع رئيسية من الصور، وهذه الصور هي التي سوف نعمل عليها خلال دراستنا لهذا الكورس. هذه الصور هي البينري ايميج والانتنسيتي ايميج وترو كلر ايميج. بينري كما نعلم هي الصور الثنائية، وصور ذات التدرج الرمائي الجراي سكيل ايميج او الانتنسيتي ايميج، وصور ذات الصور الملونة وهي صور الار جي بي. البينري ايميج تحتوي مصفوفة، كل مصفوفة فيها مجموعة من العناصر. طبعا المصفوفات تتكون من الصفوف والأعمدة، تقاطع الصف مع العمود كما أسلفنا، يسمى البكسل. كل بكسل في هذه الصورة التي من نوع بينري ايميج يتكون من يا 0 أو 1. بالنسبة للانتنسيتي ايميج فهي تختلف بأن كل بكسل فيها يحتوي قيمة ما بين 0 و255، وهو تدرج الرمادي. وبالنسبة للترو كلر ايميج وهي صور RGB لاختصار لريد جرين بلو، وهي تتكون من ثلاث طبقات ريد اند جرين اند بلو. هذه الثلاث طبقات كل طبقة فيها تحتوي على قيمة ما بين 0 و255. نوضح ذلك بصور توضيحية. هذه الصورة توضح البينري ايميج، وهذه الصورة توضح الانتنسيتي ايميج، وهذه الصورة ايضا توضح الترو كلر ايميج. لاحظ انها ثلاث طبقات من المصفوفات، كل بيكسل يحتوي على ثلاث قيم مختلفة للريد والجرين والبلو. بعد ذلك سندخل للتعامل مع الصور، لكن قبل الدخول للتعامل مع الصور، كما نعلم ان الصورة تحفظ في الجهاز كصيغة مضغوطة كما اسلفنا فيما سبق بعض اسماء خوارزميات الضغط. الضغط قلنا انه يعتمد على عملية الانكودينج والديكودينج او عمليات التشفير وفك التشفير. لكي نقوم بالتعامل مع الصورة كمصفوفة، لابد اولا من استيرادها من صيغتها التخزينية لصيغتها كمصفوفة، ويتم ذلك عبر الامر ايميجريت او اختصارا لها امريت في الماتلاب، ويتم قراءتها وتحويلها الى مصفوفات. لابد من ذكر ايضا ان الدالة ايميجريت تقوم باخذ تقوم بفتح الصور كمصفوفات. هذه المصفوفات جميع البكسل فيها يحتوي على قيمة من النوع UINT8. طبعا كل بكسل بكل الطبقات للصور اللي هو اختصار عبارة عن انسايد انتجر. لابد في بعض الاوقات من تحويل هذه الصور الى صيغة بامكاننا من خلالها ان نقوم بمعالجة الصور. هذه الصيغة هي الدبل، لابد من تحويل الصور الى دبل لكي نستطيع ان نتعامل معها، يعني نحول من UINT8 الى دبل باستخدام الدالة دبل. سنقوم بذلك عمليا كالتالي. كما نلاحظ هنا في الكورنت فولدر لدينا صورة اسمها image.png. إن كان القيام فتح هذه الصورة كالتالي، أولا لابد أن نكتب اسم المصفوفة و mRead وهي دالة فتح الصور، واسم الصورة كتكست، نلاحظ أنه سيتم عمل سيمي كولوم. سيمي كولوم لماذا؟ لكي لا يتم عرض جميع المصفوفة وهي الصورة، جميع عناصر هذه الصورة سيتم عرضها هنا في الكوماند ويندو. قد تتأخر أحيانا، ربما للأجهزة الضعيفة قد يؤدي ذلك إلى تعليق الجهاز ربما. نقوم تنفيذ الأمر. نلاحظ أنه تم تكوين مصفوفة 305 في 421 في 3، دليل على انها لديها ثلاث طبقات. جميع هذه العناصر هي عبارة عن UINT8 كما اسلفنا الذكر، وهي unsigned integer. اذا اردنا تحويلها الى double يتم ذلك باستخدام الامر double.
ولتكن ايميج 1 تساوي دبل للعناصر المصفوفة، وهي المصفوفة ايميج التي تم حفظها مسبقا، كذلك السيمي كولون. ان عملية المعالية كذلك سوف كما اسلفنا الذكر تملأ الكوماند ويندو، يتم ضغط انتر. نلاحظ هنا ان لدينا الصورة الاولى بصيغة الـ UINT 8 والصيغة الثانية بصيغة دبل. حاليا كعدد دبل بإمكاننا إجراء العمليات الحسابية عليها. نتابع محاضرتنا. في البداية سنتناول بعض الأشياء الأساسية. إذا أردنا مثلا تحويل صورة من صورة ذات ثلاثة ألوان إلى صورة ذات لون واحد وهو الجراي اللي هي الانتنسيتي ايميج، اي تحويل ترو كلر ايميج الى انتنسيتي ايميج. يتم ذلك عن طريق التالي: في كل بيكسل نقوم باخذ ثلاث طبقات وايجاد المتوسط لها، بعد ايجاد المتوسط لها نقوم بحفظه كبيكسل مقابل في الانتنسيتي ايميج. يتم ذلك عبر ادخال حلقات التكرارية قد تم شرحها مسبقا. يتم ذلك كالتالي: نذهب إلى الماتلاب، نقوم بتكوين new script اسمه example 1 مثلا. يتم فتح هذا السكريبت في الأديتور. أولا ما سنقوم به هو القيام بعملية قراءة الصور، وذلك باستخدام الأمر mread وحفظها في المصفوفة image. يتم ذلك عن طريق الأمر التالي: بداية حاليا قد قمنا بقراءة الصورة. الشيء الآخر الذي نحتاجه ممكن أن نقوم بعملية النسخ من هنا واللصق. اوكي، حاليا قمنا بتحويل الصيغة الى دبل. بعد ان قمنا بتحويل الصيغة الى دبل سوف نقوم بعمل صورة جديدة وهي الانتنسيتي ايميج ولتكن اي اي ام جي. هذه الصورة سنسند اليها مصفوفة فارغة، ولاحقا سنقوم بملئها باستخدام الحلقات التكرارية. نلاحظ أننا في الحلقات التكرارية سوف نبدأ من الواحد وصولا إلى عدد الصفوف في المصفوفة إيميج 1 بعد تحويلها إلى دبل. عدد الصفوف يتم الحصول عليها باستخدام العنصر الأول في مصفوفة التي تكونها الدالة size. أيضا نقوم بعمل حلقة أخرى داخل الحلقة الأولى وتبدأ أيضا من الواحد، لكن وصولا هذه المرة إلى العنصر الثاني في المصفوفة. والعنصر الثاني في المصفوفة سيكون هو عبارة عن عدد الأعمدة الذي سنقوم بعمله. أننا سنضع قيمة البكسل في الانتنسيتي ايميج الذي له الصف اي والعمود ج مساويا لمتوسط الثلاثة الالوان الرئيسية للصورة ايميج 1. يتم ذلك كالتالي: ايميج 1 الاي اللي هو الصف والعمود اللون الأحمر اللي هو أول عنصر في المصفوفة اللي هو الآر. نقوم بنسخ هذه الجزئية ولصقها مع استبدال اللون الأحمر باللون الأخضر، ونقوم آخرا باستخدام اللون
الأزرق. يتم قسمة جميع مجموع هذه القيم على 3، ويتم بعد ذلك الخروج من الحلقة الأولى والخروج من الحلقة التكرارية الثانية. بعد الخروج من الحلقة التكرارية الثانية، لابد من تحويل صيغة الصورة، بدل أن تكون من النوع دبل عناصرها، لابد تحويلها مرة أخرى إلى أنساين أنتيجر. يتم ذلك عن طريق أنساين أنتيجر 8 بت، ونقوم بإدخال الصورة عبارة عن الانتنسيتي ايميل من النوع دبل. هنا نكون قد انتهينا، نقوم بتنفيذ الكود. نلاحظ مباشرة أنه تم تكوين صورة اي ايميك تتكون من 305 مضروبة في 421، جميعها من النوع يو اي انتجر. الثلاثة هذه هنا قد تحولت لواحد. لكي نقوم مثلا بعرض هذه الصورة، بإمكاننا القيام بذلك باستخدام الأمر mshow، و الصورة اسمها IIMG، نقوم بعرضها. نلاحظ أنها قد تحولت إلى intensity image. لكي نقوم بعرض الصورة الأصلية التي كان اسمها عبارة عن IMG فقط، يتم ذلك. نلاحظ أن هنا الصورة ملونة وهنا الصورة غير ملونة. هذه هي الصورة. نلاحظ من ما سبق أو من الكود السابق أنه بدلا من استخدام هذا الكود كاملا، بإمكاننا استخدام دالة واحدة. نقوم بإدخال الصورة إليها وتعود لنا بالجري كلر اوف ايمي، وهذا يوضح لنا كم هو الماتلاب قوي في معالجة الصور الرقمية. كذلك أيضا عملية التحويل بين الدبل واليو اي ان تي 8 عملية سهلة. يمكننا أيضا القيام ب الحصول على حجم الصورة وعدد البكسل فيها، وذلك بضرب طول الصورة في عرضها. وأيضا هنا الأمر يمشو يعطينا قوة كبيرة في عرض الصور. في بعض لغات البرمجة قد تحتاج لتعريف مكاتب وتحتاج للكثير من الأشياء الأخرى لكي تقوم فقط بعملية عرض الصورة. هذا ما يقدمه بسهولة لنا برنامج الماتلاب. إذا أردنا حساب حجم الصور قبل عملية الضغط، يتم ذلك كالتالي. أولا لدينا ولتكن مثلا الصورة الرئيسية التي هي الصورة ايميك، تحتوي على 8 بت انتجر. الثمانية بت انتجر هذه على 3 طبقات. الثلاث طبقات هذه لديها 305 صفوف و421 عمود. يتم حساب ذلك كالتالي. أولا إذا أردنا إخراج وليكن مثلا S في مصفوفة S، نقوم بتخزين حجم المصفوفة إيميك وهي الناتجة عن الصورة. نقوم باستخدام الدالة سايز ونلاحظ أن S تحتوي على عدد الصفوف، عدد الأعمدة، عدد الطبقات. بإمكاننا إجراء عملية حسابية بسيطة. نقوم بذلك كالتالي. أولا سنأخذ العنصر الأول في ولتكن مثلا SS بتساوي العنصر الأول في المصفوفة S مضروب في
العنصر الثاني في المصفوفة S اللي هو عدد الصفوف مضروب في العدد الثالث في المصفوفة S مضروب في 8 بت أو 1 بايت، لأن كما نعلم أن 1 بايت يساوي 8 بت. نفترض أننا أردنا حجم الصورة بالبت ولتكن 8، مباشرة يتم تخزين حجم الصورة، هذا هو حجم الصورة الحقيقي، حجمها الفعلي على ذاكرة التخزين بإمكاننا الحصول عليه من هنا. الصورة حجمها 230 كيلو بايت. لتحويل الرقم السابق من البت إلى البايت نقوم بقسمته على 8 ولتحويله إلى كيلو بايت يتم قسمته على 1024. نلاحظ أن حجم الصورة هنا يعطينا 376 كيلو بايت، 376 بالمقارنة مع حجمها الفعلي على ذاكرة الكمبيوتر. لاحظ أن حجمها الفعلي على ذاكرة الكمبيوتر أقل من حجمها المفترض كمصفوفة، وهذا يدل كما أسلفنا على وجود عمليات التشفير لضغط وفك ضغط الصور. بعد ذلك سنتجه إلى تغيير صيغة الصورة. كيف نستطيع تغيير صيغة الصورة؟ مثلا إذا أردنا إدخال الصورة بالصيغة بي إن جي وتحويلها إلى صورة بامتداد جه بي جي، يتم ذلك باستخدام الإيميج ريد والإيميج رايت. كما أسلفنا أنه بإمكاننا قراءة الصور وتحويلها إلى مصفوف، ومرة أخرى بإمكاننا تحويل الصورة إلى الصيغة المضغوطة في الكمبيوتر، وذلك عن طريق الأمر الذي يسمى إم رايت. هذا الأمر لديه بارامترين أساسيين. البارامتر الأساسي الأول وهو عبارة عن المصفوفة التي نريد حفظها، وليكن المصفوفة إيميج. هذه المصفوفة نريد أن نحفظها إلى الملف، لابد من كتابة اسم الملف وليكن دي للكتابة إليه، وليكن في الامتداد جه بي جي. طبعا ماتلاب في طبيعة الحال سوف يتعرف على هذه الصيغة، لكن لا بد أيضا من إدراك الصيغة التي نريد أن نخرج بها الصورة، وهي صورة جه بي إي جي، الصيغة المعروفة لضغط الصور. نلاحظ مباشرة أنه تم تكوين هذه الصورة دي دوت جه بي جي، وهي عبارة عن جه بي إي جي فايل. يتم فتحها، نلاحظ أن الصورة طبيعية ولكن قمنا بتحويلها إلى الصيغة جه بي جي. بعد عملية عرض الصور نلاحظ في بعض الأحيان أننا نريد معرفة محتويات كل بكسل في الصورة. يتم ذلك كان في النسخ القديمة للماتلاب باستخدام الأمر بيكسل فال، اختصار البيكسل فاليو او بيكس فال وتفعيله. لكن حاليا هنالك امر اخر وهو الامر ان بيكسل انفو. نقوم بعرض الصورة الاصلية. هذه هي الصورة، نلاحظ أنها صورة عادية، لكن بإمكاننا أيضا تفعيل الإمبكس
امبكس انفو ام بيكسل انفو او ام بيكسل انفو لاحظ ان المطلق قام بالتصحيح. هذه الايميج بيكسل فاليو، لاحظ انه هنا بيكسل انفو معلومات عن البكسل. يتم عرض قيم الار جي بي للصورة، لاحظوا ان بدلا من الار جي بي سوف تظهر لدينا قيمها في كل بكسل، وايضا احداثيات الماوس او احداثيات رأس مؤشر الفارة. نلاحظ ايضا انه بامكاننا الدخول الى محتويات كل بكسل من البكسلز في الصورة عن طريق الاندكسينج. مثلا اذا اردنا الوصول الى البكسل الذي احداثياته 100 على محور الاكس و100 على محور الواي، يتم ذلك عن طريق التالي ايميج 1 بعد تحويلها الى دبل الصف رقم 100 والعمود رقم 100 وجميع الالوان. لاحظ هنا انه قام بعرض اللون الاحمر واللون الاخضر وكذلك اللون الازرق.